كلنا ناطرين تغيير وكلنا بدنا التغيير. ولا دور الشباب حيغير أشياء كتيرة. يعني ما بتخيل بعد في شاب عنا بلبنان بده ينتخب شخص ما بيمثله. ما بعرف قد ايه عن جد حظوظ المجتمع المدني انه يقدروا يغيروا. بدنا نشوف قد ايه عن جد الناس هي حابه تغير. شباب حالم بالتغيير وبقيادات جديده انتظروا 9 سنوات لممارسه حقهم الديمقراطي في انتخاب 128 مقعدا نيابيا. انه يوم الحساب بالنسبه الى ناخبينا كثر. نحن هذا الطقم القديم يلي حكمنا كذا سنة ما بقى رح نقبل فيه. أنا عطيته مصداقية ل4 سنين يحكي باسمي. قعد 30 سنة للسلطة. ليه؟ لأني بحبهم. أنا اللي صوت ضميري للي عم يخدم البلد. هلأ أنا أفضل إنه المعارضة لأنه بده كتير البلد تحسين. انتخبت السلطة لأنه المعارضة ما توحدت بمعارضة وحدة كنا انتخبناها. عملية رصد ومراقبة لمسار العملية الانتخابية تولتها الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات مسجلة جملة من المخالفات. خرق فاضح للصمت الانتخابي من قبل جميع وسائل الإعلام ومعظم المرشحين. إضافة شفنا في ضغط كتير كبير عم بيمارسوه المندوبين والمندوبات من كافة الأحزاب أو المرشحين والمرشحات على الناخبين. عم نشوف أنه هني عم بيرافقون على قلب العلم وكمان عم نشوف أنه عم بيرافقون كمان على قلب العازل. اختزن اليوم الانتخابي الطويل عناصر الصراع الاستراتيجي الدائري بين الأطياف السياسية اللبنانية على الأحجام في لعبة الإمساك بمفاصل الحكم. لبنانيون اقترعوا، فهل ستغير أصواتهم في مكونات السلطة الجديدة؟ ميزان الربح والخسارة سيتم احتسابه على مقياس حرب النفوذ في المنطقة، والمؤشرات تفيد أن لا تغييرات جذرية في مشهدية الحياة السياسية اللبنانية. فهل من مفاجآت؟ دراجة غفري لبرنامج اليوم على الحرة، بيروت. عن هذا